الا ما تفر لا سونس كتدوز بعدا حتى تذكر ولكن او الكبار يلا بعدا ها هاد 2001 الكبار تهم من غون 2004 تندي شبان 2004 شبان وين فتيان اه دوزيام اه بريميراني في الشيء بارك الصيغة تلافة دورني كان بارك ني غادي نداوي مساري سمعت ياك سناد ما تطش من مشرا سناد مي سناد اي تايف مني ست سيريا بي تي سي صافي 35 45 زيد دفت الشكرا يزر امشترا اه صافا تنا بخير الله يحفظك صافانيا ما حميد تتصل بحميد لا يبو ما نتصل لا ملان وهو من جيك يجري تقزاش كاني لكن نغور الحصص كده يخدم السونية تركون سونية مرحبا مشي رد تجيب يا رود أمانين لا تكسر إيش بخير قالوا مشكلة سياقة دفع لا تكسر العاص إني فاتبو من يعد تتريني عبتي يضغط السنة تتروب يعني وفيدا هي في السفر من الجوش تبقى يب 30 45 يلا رنات عاوز يمشي تاكل شوف كيفاش تبوش بكام شوف كيفاش يلا حتى نتو كما تتشبت يا كما تتشبت شكرا يلا شي تصد القهوه ورا النقطه او شكرا يلا قال وقش قال ريح اختي غير ما والله ريح لنا الله يعمر غير ايا الوسرق الله يحفظك نسينا خلايا يلا سي احمد درس كيتا ان شاء الله هاتي نيكس ساعه ما تخنتيك شو 8 هذا غير انت تاكل نابل يوم ساعه ونص تسر الكاسكرو انك من نسيت باش تشم تدري قد شي الكاسكرو من تدري وين نفسي شكرتي تدرس قد السول غير كي يودا السول غير وليخ مشتا انا يدي وليخ طواز اللي ورا عمان شويه مشتا غير انا I'm going to go to the next one.
المهم غير خصنا نتنسي طونسبور شتا في الشتية انا ميانات نسي ضروري يا سيدي هيك القلعة يلا المهم فيروز كاوطا هاتوا كات الدورة سألني غاش اكتشفت تخشي ولاش الناس زينة يلا 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 هيات الريفي نتمنى ان الجمعيه تحقق نتائج مهمه خصوصا اننا ديما كنلعبوا على الفارق ونحاولوا نعوضوا النقاط اللي مشاو لينا بحكم المشاكل وشي والازمه الماليه اللي كتعرفها الجمعيه خلانا اننا ما نشاركوش بزاف شي ملتقيات بالنسبه للتخصصات ديال العاب القوى ودابا في هذا العدو الريفي اللي هو التخصص الرئيسي ديال الجمعيه العاب القوى ديال اي تي احياء كنحاولوا نعوضوا النقاط وكنتمنى ان شاء الله يكون بخير. شنو هو الترتيب ديال النادي اي تي احياء لحد الان في البطوله؟ الترتيب الموقت ديال الشهر واحد الترتيب الموقت جات الرتبه 21 وطني 21 باش من فئات غتشاركوا في هذا الملتقى؟ جميع الفئات من غير فئات الفتيان والشبان ما عندناش ليكيب بزاف يلا ثلاثه د العناصر في الفتيان وجوج في الشبان. كيفاش كتشوفوا الحظوظ ديالكم؟ ليكيب خص نورمالمون يجريو اربعه د الناس اربعه في ليكيب وما علاش كيتحسب الكلاسمون. كيفاش كتشوفوا الحظوظ ديالكم في هذا الملتقى؟ والمتقى راه كما قلت لك قبيله راه ان التخصص او لا الرياضه الرئيسيه ديال الجمعيه واللي كنعطيو فيها اكثر هي العدو الريفي وكنتمنى خصوصا عندنا فئه الصغار والفتيات والشابات هما اللي اقوى وهما اللي غيديروا شي حاجه ان شاء الله. اذا توفيق اخويا الله يعاونك. الله يبارك فيك في وجهك التسير. تحياتي من نادي اي تحية لألعاب القوى احييكم السلام عليكم ورحمة الله في اطار الاستعدادات بطبيعة الحال لملتقى الرباط لألعاب القوى.